وبننتقل لعند زميلتنا مريم الحج لنتعرف معها على اسطارات جديده بالكتب. مريم صباح النور. صباح النور، كيفك؟ بونجور مريم، كيفك جوال؟ منيحه وانت؟ ماشي الحال. ماشي مستعدين الحال. تسافروا معي على المغرب؟ على المغرب. مستعدين. يلا يلا يلا. من بين الروايات الست يلي وصلت الى القائمه القصيره لجائزه البوكر العربي للعام 2014 ويلي تم الإعلان عنها بشهر شباط الماضي وسيعلن عن الفائز بالجائزة ب 29 نيسان القادم، تبرز رواية طائر أزرق نادر يحلق معي للكاتب المغربي يوسف فاضل، وهي أيضا رواية حائزة على جائزة المغرب 2014. الرواية تناولت جوانب عديدة بحياة سجناء تازما مارت كون جريمة من الجرائم السياسية يلي تركت أثرها على المجتمع المغربي. بتدور أحداث هالرواية بالمغرب فترة السبعينات بعد محاولة الانقلاب على الملك الحسن الثاني، لما تم إلقاء القبض على المتآمرين ونقل البعض منهم للمعتقلات وسجنوا فترات طويلة تجاوزت 18 سنة. إذن القصة قصة عزيز الطيار بالقاعدة الجوية العسكرية يرمى بالسجن بسبب تورطه باغتيال الملك الحسن الثاني، وزينة الفتاة المسكينة يلي تعمل وشقيقتها ببار بعد تفكك الأسرة، واللي عم تبحث عن زوجها عزيز بعد ما غاب عنها بليلة زفافة لمدة 18 سنة. ست رواة يتناوبون على سرد الرواية ابتداء من زينة وزوج عزيز المعتقل، وأيضا عزيز بشخصية الطيار الذي يحلم بالتحليق، ختيمي أخت زينة وبنغازي وبابا علي يلي هني حراس السجن، بالإضافة للكلب الموجود بالمعتقل والطائر الأزرق فرش. بالتوازي مع هالتنوع بأصوات الرواة بنوع كمان الكاتب بلغتهم، فلكل راوي لغة تتوافق مع شخصيته وثقافته. من خلال طائر أزرق نادر يحلق معي يقرأ يوسف فاضل تاريخ 20 عام من القسوة والظلم، ويلقي الضوء على الطبقة المهمشة والفقيرة بالمجتمع المغربي، وبيرصد علاقة النظام السياسي بمعارضيه وآلية التعاطي معهم. هالرواية صدرت عن دار الأدب وهي الجزء الثاني ضمن مشروع ثلاثي سبق، وصدر الجزء الأول منها تحت عنوان قط أبيض جميل يسير معي. نعم مريم، الرواية تتناول جزء من تاريخ المغرب، هل هي توثيق لهالفترة من تاريخ بالمغرب؟ نعم جوال، الرواية منا توثيق لهالفترة من تاريخ المغرب بقدر ما هي توثيق لتجارب المعتقلين الناجين يلي أفلتوا من هالجحيم وكتبوا مذكرات مؤلمة عما عانوه، ويوسف فاضل كان واحد من هالمعتقلين يلي قضى فترة بهالسجون. إذا الرواية هي ذاكرة مشتركة لجيل بكامله. هالرواية منا الأولى يلي تناولت هالفترات أو هالفترة الأليمة من تاريخ المغرب. نعم. كتار من الروائيين كتبوا عن هالفترة ووثقوها، ولكن يوسف فاضل كتب شيء مختلف، ما قدم شهادة مؤرخ إنما تخيل نص رواية خيالية على هالنص يعني. نعم، ارتكز على أحداث تلك المرحلة الأليمة من تاريخ المغرب. نعم. نعم. مريم، وين بتكمن أهمية هالرواية طالما استرجعت مرحلة قديمة من تاريخ المغرب وبقيت بعيدة عن الأحداث الراهنة؟ صحيح بيالات، مهم هالسؤال، بس بظن بأنه أهمية هالرواية تكمن بأنها استعادت هالمرحلة التاريخية القديمة. يوسف فاضل هو من الكتاب يلي بيتحفظوا عن الكتابة عن الزمن وهو بذروة تحولاته، فالنص بالنسبة ليوسف فاضل بحاجة إلى مسافة من أجل النضج والتمكن أكثر من التاريخ وانعطافاته. كتب يوسف فاضل روايته من بعد ما اختمرت أحداثها، من بعد ما نضجت عنده الرؤية، ومن بعد ما تمكن من موضوعه السردي، وهيدي هي النقطة المهمة بروايته. والدليل اليوم عم نشوف في نصوص عم تتناول اليوم الثورات العربية، وعم بتلاقي نفسها بعدين متجاوزة للتغيرات اللاحقة. نعم. نعم. طيب حلوة هالسفرة اللي عملناها معك على المغرب مريم، شكرا. نعم. لإلك. نحن بنرجع بنشوفك نهار الجمعة. صحيح. مع إصدارات وأفلام جديدة أو قديمة. شكرا. رح نتابع حلقتنا لننتقل هلا إلى اليابان، البلد يلي بيعتمد بشكل أساسي على القطارات، فكانت فكرة لأحد اليابانيين بافتتاح مطعم بذكر بالقطار. تقرير. القطارات جزء لا يتجزأ من حياة اليابانيين،
هن وسيلة التنقل المعتمدة داخل وخارج المدن. نياجارا كوري مهووس بالقطارات من صغره، كان وما زال بيجمع كل ما يمت للقطارات بصلة. هالأخير قرر يفتح مطعم شكله مثل داخل قطار. كل قطعة جمعها وخبيها نياجارا على مر السنين علقها داخل المطعم، أما الأطباق فبتوصل إلى الموائد على السكة. الزبائن متفاجئين، هن عم يشوفوا أحلام الصغر عم تتحقق أمام عيونهم. بمكان آخر بجينزا المبدأ نفسه عم يتكرر. جينزا هي من المناطق الفخمة بالعاصمة اليابانية، فيها بار مبدأه القطارات. زوار هالبار كمان من عشاق القطارات، يعني غني وفقير بطوكيو ومدنها عنده علاقة خاصة بالقطار. من أصعب الفنون فن الكوميديا وإضحاك الجمهور، ومن أكثر من 30 سنة اختار الممثل والمخرج المسرحي سامي خياط أصعب الفنون ليتوجه فيها للناس. اليوم عاد بعمل كوميدي جديد ليوصل رسالة من خلال البسمة والضحكة، رسالة نقدية بتعكس واقع المجتمع اللبناني بكل مفاصله. عم نحكي عن مسرحية تيزيفو، وبنبقى هلأ مع تقرير، ومن بعدها بينضم لنا مخرج العمل سامي خياط لنلقي الضوء أكثر عليها. يا هلا يا هلا والله يا هلا بالصباح من بلدان العربية. فرنسي دو باري جو مون كوجو بريتش تايجرز امريكان جاي برازيليرو ايو فالو برازيليرو او برازيل لبنانيه لبنانيه سيدي رجع ومثل عادته رجع معه الضحكة والابتسامة مثل ما عودنا من أكثر من 35 سنة. رواد أكثر ومحبينه أكثر، بيلعب على الكلمات بشقلبون، بيرقص بغني، بطبل وبزمر. هيدا هو باختصار الكوميدي سامي خياط اللي رجع مرة جديدة وسنة جديدة بعمل مسرحي ليتحدى فيه كل الأوضاع الراهنة وليرسم البسمة على وجوه الناس. هذا اللبناني في ألس منها توصل الفاتورة تنطلوا من هالبلد، أي بلد من خانة على الفاتورة، أي بلد. أنا بدي أدفع. لا 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 أنا بدي أدفع. هلا في شوية خط سني يلي ما بده يدفع بيرخل دفيه. نحن بحاجة لهيك نوع من الكوميك بصراحة، لأنه شبعنا تقليد، بدنا تمثيل، بدنا نص حلو، لأنه تعلمنا أنه أصعب الأداب هو الإضحاك. سامي خياط بضحكني لأنه ذكي وموضوعه بيبقى ظريف وطريف وما بيأذي حدا، هذا الغاية بالمسرح. أنا كثير بحبه، ملاحقه من 20 سنة يعني، انه طبيعي ناتشورال وبفطس ضحكه. بحبه كثير لسامي خياط، وبحب مسرحه، وهو جريء لانه دائما كان يعمل يعني يقوم بمسرحيته حتى بظروف الصعبه. العفويه تبعه، الصدق تبعه، يعني بضل لاحق كل شيء بيصير بالبلد وفشلنا خلقنا. حضرتك بدك تشتري الضوء مثلا، بتفوتي مع اختك، بتفوتي مع خيك، بقول لكم احنا لو فتحنا لتفضلوا كلكم بتقعدوا، شو بتشربوا؟ قهوه، جو، بعدين واحد بقول ما في رزو، بكره معكم هذا التليفون، وحياتك وين التواليت؟ هونيك على الاخر، بعدين بتظهروا ما شربتوا شيء، ما توخزنا ما شربتوا شيء، ولا همكم من محل محلكم. انا قد ما قالوا لي انا محل محلات صار معي كبسولة فتيح كل بيروت لإلي، صار كل المحلات لإلي. من خلال إيحاءات الهزلة من البرامج التلفزيونية، مسرحية تيزيفو أو تيزيفو اللي عم يرجع يعرضها سامي خياط مع ممثلين جدد مثل جاد سعد، فيرا درزي، سابين خياط وإلي سابا، بيتناول فيها البرامج التلفزيونية السياسية مثل التوك شوز ونشرات الأخبار بطريقة عفوية وكاريكاتورية لينتقد المجتمع اللبناني والحالة السياسية اللي وصلنا لها. شو يعني تي في؟ تي في؟ تي في هل هي تلفزيون؟ تلفزيون؟
او تيزيفو. من هون انطلقت بالفكرة انه في حكي كتير ولكلت كتير على التلفزيونات، ما في برامج سقفية وترفيهية قد ما في برامج توك شو وبرامج حكي 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 حكي. شخصيتي يعني بتبلش كمان من الاول مسرحية لاخرها، باخد شوي من جزء من تيزي، اخد شوي من توك شو سياسي، من ايد مذيع، من قلد مذيع معين. سوري، دوري بالمسرحية بكذا سكتش متنوع، كل سكتش اخد دور شيء، يعني تلفزيون، الاخبار، قديه بنحكي حكي بلا طعمة، قديش بنعطي كل شيء، بنحكي كثير اشياء وما بنحكي الضروري. يعني واكثر شيء انا كل شيء فيه اغاني، وكمان نضحك على التلفزيونات، على التوك شوز وكل شيء، والدعايات كيف تقطع بالتوك شوز و... يعني كذا شخصية، في أول شخصية روبو، بعدين عندنا شخصية سياسية والمعارك اللي بتصير على التيفي بالهيدا، وفي شخصية بيخة عكلاويش اللي هو بيحكي عن الهزات الأرضية، ومسرحية يعني كثير حلوة لازم تحضروها. مسرحية تيزيفو أو تيزيفو مثل ما بتفضلوا لسامي خياط انتقلت من مسرح منو بمنطقة الأشرفية إلى منطقة الحمراء إلى مسرح بابل تحديدا، وهي مستمرة لغاية 6 نيسان. لك أنت كل شيء بتعملي أنا بعمله أحسن منك، أنا بعمل كل شيء أحسن مني. لا ما بتعمل بلا بعمل، لا ما بتعمل بلا بعمل، لا ما بتعمل بلا بعمل بلا بعمل. ضيفنا لليوم الممثل والمخرج المسرحي سامي خياط، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. تزيفو؟ نعم. ولو؟ لا شو تاك. بس مش نحن عم تسكتنا؟ لا مش انتم اللي بيسرسروا كثير، انتم بتسرسروا؟ انتم بتحكوا كثير؟ نحكي كثير بس اشياء لا لازم لها معنى. لها معنى. نحن عم نحكي عن يلي ما في عنده المعنى بكلامهم، حكي 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 صفصف كلام بس يلي بيطلعوا على التلفزيون. اكثر شيء اكثر شيء اكثر شيء بس كمان يعني وسعتها للي بيحكوا، يعني بدل ما دغري يفوتوا بصلب الموضوع بصيروا يحوروا ويدوروا حواليه. هيدي ميزه شرقيه انه الواحد ما بيفوت دغري على صلب الموضوع، بصير يبرد يلف حواليه ويدور. هلا انت عم تنتقد هالميزه ولا عم بنتقدها؟ طبعا عم بجملها شوي. عم بنتقدها، ما انا منها كمان، ما كلنا مثل بعضنا. طيب خلينا نحكي من منو الى بابل مع مجموعه جديده من الممثلين سابين خياط، اليسابا، فيرا درزي، جات سعد. ايوه. شو اللي تغير؟ تغير المسرح بابل. اول شيء تغير المسرح مثل ما قلتوا هذيك الساعه، تغير المكان، تغيروا المسلين، يعني فات عنصرين جد. عنصرين بقيوا، عنصرين فاتوا. يعني انا بقول دائما انا مثل الترين، ترين ماشي بسرعه، ناس تطلع ناس تنزل، ناس تطلع ناس تنزل، بس كله ركض، ما بوقف على المحطات انا ابدا. 50 سنة صار لي هيك، شي بيطلع شي بينزل. طيب ما تعبت سامي؟ ابدا. لا ابدا ابدا ما تعبت ابدا ابدا ابدا. هيدا الغريب. قديش المسرح طيب بيعطيك هالطاقة تضلك مكفى؟ ما هو السعادة الكبرى انه واحد يكون واقف على خشبة مسرح ويعطي للناس بسبة وضحكة، يعني هيدي الله عطاني هالنعمة اني حب ابسط العالم، خليهم يضحكوا، فرفحهم، نسيهم شوي همومهم، لانه الهموم كثير كثير كبيرة، كثير كثير كبيرة، يعني بأي شغلة خاصة هالايام، يعني الناس صايرين ما بيتزقزقوا، يعني طول الوقت مزعوجين، طول الوقت منرفزين، ان كان سايقوا على الطريق، ان كان متح ما يروحوا في تعصيب. يعني انت مدمن على السعادة؟ مدمن على السعادة قد ما في، يعني بكل قوتي. ايه؟ بس انا شو بمثل نقطة ببحر. سابين خياط هي بنتك. ايوه. والكوميديا هي موهبة، عندها اياها؟ عندها اياها طبعا، عندها اياها من العائلة اخذتها، يعني انتقلت بالدم، انتقلت بالدم بالوراثة. عندها موهبة كثير كبيرة، هي رسامة، ما عندها كثير وقت تعمل مسرح. بس من وقت لآخر، كان عمرها 10 سنين وقت بلشت معي. كانت مقدمة الأول، بعدين تفوت من وقت لآخر، كانت بالمدرسة بعدين بالجامعة، يعني ما كان فيني تركها كل شيء، وهلا ما فيني تركها مهنتها يلي هي الرسم، إنما لأنه فترة قصيرة ببابل، مسرح بابل،
اذا حبيت هيك تتسلى وتشاركك وتشارك. القطار اللي حكيت عنه يعني نقلته من مونو لبابل. ايوه تغير بعض العناصر مثل ما ذكرت، بس شو تغير كمان من الناحيه الاخراجيه؟ في تغيير من محتوى السكريبت كمان؟ في اشياء تغيرت؟ اكيد هو لك في دائما مد وجزر بين المحتوى والشكل. هلا انا باي انا خياط مثل الخياط بقصص كاستم ميد يعني انا بفاصل على يس شخص فصل بتحط لها شده شو فصل؟ انا ايه انا عربي فصل ولام فصل باللام ايه بقى وقت يفوت عنصر جديد اكيد بقلب كل ظبط القالب على قياسه. هذا بشكل تغيير اساسي بالاخراج. بقى الناس اللي راح يلي بيحضروا بيقولوا لي هذه غير مسرحيه مع انه الهيكليه نفسها. طيب لما الفنان بده يعمل مسرحيه، انت مثلا هلا اخذت تام عريض يلي هو التلفزيون وثرثراته بالقنوات وكثره الحكي، كيف بتنقي الموضوع؟ كيف بنقي الموضوع؟ اول شيء انا يعني كيف خطرت على بالك انه التلفزيون هو موضوع المسرحيه؟ انا لانه التلفزيون وقت تكتبيها بالانجليزي او بالفرنسي او حتى بالعربي او قليل بالعربي تنكتب تي في عاده بنكتب تي في تي والفي ضمني اطلع اقول هيدي تي في هيدي تيزيفو عشان تضحكوا بقى سرسر وحكي كنت تخطر عليك بيني من زمان قول انا لك يا عمي هالتوك شو لشو كل هالحكي والاخبار مثلا بيكون واحد مش انتم انا عم بتسيرنا سامي او لا بس انتوا بتروحوا فعلا بتروحوا على بس بتروحوا على الخبر يعني اذا صار لا سمح الله صار انفجار مثلا هلا لا سمح الله بعدين ما واحد يقول وين صار الانفجار الناس كلها ناطره وين بده يسمع شعر قبل ما يوصل الانفجار يعني كما انه لا يكفي هذا البلد ما يعانيه من مآسي وكأن الأيدي الآثمة التي تعبث بهذا الوطن أبت إلا أن لك عم بيقولوا لنا وين الانفجار تنعرف حالنا شو بدنا نعمل شهر حسيبنا انفجار وما رح يقولوا لنا وين الانفجار حقيقة ما مش هيك انطلقت الفكرة من هون ووسعتها لسرسرة اللبناني وحبه للحكي وللتفلسوف ولا هيك مثلا عندي مشهد عن الادويه، بتعرفوا اللبناني بحب هو يطبب نفسه، يعني اذا واحد بشي شو اخذت؟ اخذت تترا ميال لا اوعى انا خذ بنزينوميتيل دينيجينسترول، اوعى بنزينوميتيل دينيجينسترول بيعمل سكته قلبيه، خذ دينيسلفاتيازيل اكتيماتيازول، اوعى ديزيت جيزمينيول 45 هلا هو ادويه جديده تك كل واحد بيطببوا نفسهم بدهم يعطوا نصايح اوعى انا باخذ حبه ميزابتين 25 بحس حالي عظيم انتبهوا مش عم بعمل دعايه لشيء لانه هودي اسامي انا اخترعتها بعرف كنا هلا كده يجوز ما رح يكونوا بهالصعوبه والعالم يمكن قادرين يلفظوهم فيك تقولي وراي بنزينوميتيل دينيجينسترول دينيسلفاتيازيل اكتيماتيازول ديلاسيتيل لاسيلينيوزر يافتول جيزمينيول 45 فرومات كالسيني بترجع تعيدها انت؟ لا ايه عيدها بنزينوميتيل دينيجينسترول دينيسلفاتيازيل هلا اذا عدتها غلط انا ما رح اعرف ما رح تعرفي مشان هيك فيك تعيدها مثل ما هيدي التركيبه يعني. كله تركيبات مثل ما بيقولوا بيركبوا الدواء انا بركب الصانع الضحكه قد ما فيي بظروف صعبه. طيب الشخص يلي منه لبناني واجا حضر هالمسرحيه اكيد بده يكون بتقن اللغه العربيه اذا عربي إيه؟ بيفهم كل شيء قديش رح يقدر فعلا يشوف الصوره يلي انت عم تنقلها عن المجتمع اللبناني واضحه من خلال هالعمل؟ لك يعني اذا واحد بده يدرس المجتمع اللبناني او هالبلد يلي هو لبنان شو بيعمل؟ بده ياخذ جرايد، بده يحضر شوية تلفزيون، بده يجي يشوف المسارح عن شو عم يحكوا، هيدي بعد 100 سنة بده يطلعوا بالمسرح، بيطلعوا بالثقافة، بالرسم، بالنحت، بكل شيء بيقولوا هيدا هالبلد كان هيك، كان عايش هيك، هيدي هي، وأنا جزء منهم، ما بدعي إني أكون جزء من كل الفنانين عم يعطوا صورة بتعكس صورة المجتمع أيوه المسرحية هي ذاتها تقدم من الخميس للأحد أيوه على المسرح، بس بيصادفك جمهور مختلف قديش الجمهور اذا تفاعل او ما تفاعل معك بياثر على اداء المسرحيه؟ لك الجمهور عم يتفاعل الغريب وهدي دائما انا بقول لهم للفنانين اللي معي بقول لهم هذا النص رح احط لكم علامه على كل محل بده يضحكوا الناس وبتشوفوا انه رح يضحكوا فعلا كلهم بيضحكوا على ذات المحل كلهم بيزقفوا على ذات المحل يعني بس هي يمكن في مواقف تعمل بتخلق ردة فعل بتكون مثلا بعرض سابق ما خلقتها بتصير هيدا الشيء قليل كثير قليل كثير مبدئيا ردة الفعل على الاقل بمسرحي هي نفسها هلا مش ضروري الواحد طول الوقت مش ضروري هلا في منهم بيضحكوا بقلبهم بيعملوا هيك
بزوق يكون بزوق مثلا ما عملت علي انا هيدي على كل حال مشهد انه كيف بيضحكوا الناس كل واحد عدة ضحكات في منهم بيضحكوا بقلبهم بس مش معناتها انه مش عم يضحكوا فهالتفاوت بيصير وين بقوة الضحكة يعني اذا كيف يعني اوقات في في صالة بتكون مثلا جاييني هاي صوتي بتسمعي يا مريم اخ دخلكم ما في في هيك اوقات في ناس بيضحكوا هيك يعني بس عاده بيعملوا رده فعل مطرح ما انت بتكون متوقع هيدي طبعا خبره يمكن من بعد هالفتره طويله على المسرح صرت تقفر الناس او صرت تعرف شو بدها العالم تضحك هيدا الشيء بهون العمل يعني ايه؟ بخليك تكتب مسرحيه ناجحه من اولها ايه لاني بقصد اني حرك عند الانسان عند اللبناني غرائز الفرح والضحك على على شو على, على شو بتتكل بهالموضوع على المواضيع اللي عم تكتبها مواضيع أكيد. على اللعب على الكلام بركي كله. بالمسرحيه كله بالمسرح كله لغه بالمسرح اللغه المحكيه لغه الجسد لغه الاضاءه لغه الديكور لغه المؤثرات الصوتيه اللي بتجي الموسيقى الحركه اوقات السكوت بيعبر كله هذا انا بدخله عناصر مسرحيه بدخلها انه حلو المسرح يكون شامل بكل عناصره هالعناصر يلي بتدخلها واللي هي بدورة أكيد بتخلق ردة الفعل كنا عم نحكي عنها بتدفعكم بعض الأيام للارتجال يعني أيام يمكن من موقف معين أو ضحكة معينة تنقول أنتوا على المسرح ما بعرف تضحكوا أو بتزيدوا جملة هيك بتجي بطريقة عفوية مصلحتي الدعائية قول إيه بس الحقيقة لا كله منظم كله مكتوب كله على الميلة جاي مع الإضاءة مع الصوت مع الموسيقى مع حركة الجسد الارتجال قليل كتير قليل كتير 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 مع أنه يلي بيحضر سامي خياط بفكر ارتجال لأنه أنا بحضر المواقف بحضر الفرقة أنه تكون شغلة كأنه هلأ عم نقولها لأول مرة كيف يعني؟ يعني كأنه مش درسين نص نحن كأنه عم نتفاعل كأنه عم بالحياة بس هيدا شيء كتير صعب مش بس صعب هيدا شيء ما معروف نتائجه يعني كله بحسب الجمهور شو عم بيعطيك ردة فعل يعني انت هالقد اكيد من انه الجمهور هون بهالنقطة رح يعمل هل ردة الفعل انا ارجع تابع بهالطريقة مزبوط اذا ما انطلقتي من فكرة اذا ما انطلقتي من هالفكرة انه انا اكيد انه الجمهور رح يتفاعل ما فينا نكتب بصير نكتب شو ما كان الواحد دائما يحط حاله محل الجمهور انا بدوبي الحالي يعني بعمل انا الكاتب بكتب بس انا كمان الجمهور بصير شوف اخذت ايدي على هالشغله هيدي وكمان هيدي نعمه من الله تستشير حدا ايام المدام ابدا ابدا ما حدا بشوف العمل ما حدا بشوف شو عم بكتب قبل الافتتاحيه هلا في كثير ناس بيقولوا افون بريمير شو افون بريمير افون بريمير قبل الافتتاحيه يعني شو يعني ما قبل الافتتاحيه يعني حتى نشوف اصحابنا شو راح يقولوا لنا قصر من هون زيد من هون انتبه هون حركتك يمكن ردة فعل الجمهور بتكون عفويه اكثر يمكن واحلى من ردة فعل بس هيك في مسؤوليه يعني اول شيء في لازم واحد يكون ادمي مع الجمهور تبعه ويكون وفي له مش نجي نزعبر عليه بعطي دائما انا مثل الرسام او النحات يلي تصور يجي قبل الافتتاحيه يجي يعيط لاصحابه شو رايكم منخاره هيدي بكبروا نتفه او بصغروا بحط لها لون احمر هون او شيل الاصفر او ما بيصير بيتحمل واحد مسؤوليته هيك لازم يعمل يا بيفشل يا بينجح عاده عم بينجح الحمد لله لحد هلا عم نمجح ماشي الحال من 50 سنة لهلا أكيد المجتمع تغير والمواضيع يلي عالجتها صاروا 54 من 54 أنا قلت بدك تصغر بس برافو إنك قلت العدد مثل هو من 54 سنة لهلا فإذا أكيد المجتمع شهد على تغيرات كثيرة طبعا بس ما حدا عم ينطط على المسرح مثل كأنه ولد فوريفر يونغ بس قطشناك إيه كنت عم بقول إنه المجتمع تغير وطبيعي يعني أكيد المواضيع اللي عالجتها بدورة رح تتغير بس في مواضيع يمكن عالجتها بهالفترة بعدها ممكن هلا ترجع تعيد عرضها لكن الخصائل المنيحة والوحشة عند الإنسان وعند اللبناني هي ذاتها يعني أنا هلا عم بحضر ديفيديات ابني عم بيحضرون لمسرحيات السابقه السبعينات والثمانينات بيجي اوت هلا بتركه لإله يشتغل بيجي بصير بتطلع على المونتاجات اللي عم بيعملها بقول يه كانها مكتوبه اليوم هالقد بتشبهنا هالقد بتشبهنا لانه نحن الخصائل الحسنه او السيئه اللي عندنا اياها بعدها هي ذاتها
تتغير الايام، صرنا تعبانين اكثر، صرنا مر علينا حروب، مر علينا مآسي الى اخره، بس نحن مثل شو؟ اي مسرحيه مثلا عملتها قبل بتذكرك هلا بحضرنا؟ وحياتي كلهم، ما في ولا وحده الا ما، لانه انا كلهم ارشف عندك؟ كلهم ارشف، كله 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 كله، لانه انا باخذ الاشياء المعيوشه تبع اللبناني، يعني شو عم بيعيش اللبناني، من شو عم بيعاني، كيف بيتصرف، التصرف بحبه كثير، تصرف الشخص بمناسبات معينه، هيدي بحبها. بتراقب العالم؟ طبعا طول الوقت، ايوكس، دينين، عينين، كله مفتوح طول الوقت تحت رادار. بتشوف الاشياء اللي غيرك اكيد يمكن ما بيشوفها بالناس. لكن كل الناس بتشوف، بس بده واحد يضوي، بده يضوي على شغله. اوقات الناس بتقشع على شخص مثلا عم يحكي، ما حدا بينتبه على، مثلا بيقولوا لي هيك بدي اعرف مثل، بدي مثلا انا بلشت قلد سياسيين من وقت ما كنت صغير، اول مسارحي بقلد ما كان حدا قلد سياسيين، هلا ما بقى بدي قلد سياسيين لانه كلهم عم بقلدوا سياسيين، انما طلع على بالي قلد مثلا دولة الرئيس إلي الفرزلي، كيف بدي قلده؟ بصوته كلهم قلدوه، كلهم بحركاته بوجهه الى اخره، انا قلدته بالايدين لانه قلت له ما في زغم الصوت مثلا وصرت كسر الاستوديو، اطرق من هون، وقع شيء، حط وخلي يقولوا لي وانا الى اخره ب 30 ثانيه كيف انتاجيه وظهرت، لانه انا شفت انه هو وقت يحكي اذا ما بدي اسمع الكلام تبعه وبطفي بشيل بعمل ميوت. بطفي بقشع عم بيعمل هيك. جربت تحط ميوت على حديثه شي مره؟ لا ما جربتها، بس عن جد بلفت للنظر الفكره كتير. تكون تيزيفو كان لازم اعملها، كان لازم اعملها شيل الميوت، بس شفتها بدون ما شيل الميوت، عرفتي كيف؟ بقى هيدي اللي كنت عم تقولي انه واحد بده يضوي على شغله، بدل ما نقعد نقلد تقليديا وعملناها عده مرات، بنقلدها بهالطريقه هيدي، بظهر لك شيء. طيب قد ايه بيعنوا لك مثلا تكون موجود بعرس او بمناسبه وتشوف رده فعل العالم، كيف عم بهنوا، كيف عم بينبسطوا؟ هيدي كثير استلمتها بمسرحياتي، انا اعتبرت انه الاشياء الاجتماعيه مثل اعراس، يا ما عملت عن الاعراس ويا ما انتقدت طريقه الاعراس هلا هالايام، خاصه انه كل واحد بده يحط قد ما في مصاري تيعمل عرس، بعدين بتعرفي انا ساكن بجبل، يعني بدك تعيش العرس مع العريس والعروس، يعني انا ببيت مري مثلا بحضر 80 عرس بالصيفيه بدون ما اكون موجود من بيتي، بس مع الدبيب على البالكون يعني ابدا، والارض تتكوك معالي الوزير وبادت، وانا بقول له زئيف، والعريس اليوم بيحلو نعمل نكته، بعدين دج طع دج، يعني فاتت الزفه للاربع الصبح بتصير تتخيله. عملتها كثير هيدي قدام، يعني قلدناها وقلدنا العزا كمان، الناس كيف بتعزي يعني بعيد عن الكل، بيحكوا يمكن كل شيء، لا غريب كيف بفوتوا، كيف بيحكوا، كيف بيوصل اذا قعدوا حد المنكوبين، يعني دغري هيك شو صار له هيك دير زيت الشيء، قديش كان عمره اسم الله والى اخره، يعني كثير في حكي بكل احوال العالم، مش هيك تزفو؟ لا هلا تزفو حلو لانه اون تو فوا يعني كمان، نعم. بس خلينا نحكي عن تزفو، العرض المسرحي على خشبه مسرح بابل من الخميس للاحد، لايمتى مستمرين؟ هلا نحن مبدئيا لازم نخلص هالاحد، بس عم نفوض مع بابل انه يعطينا بعد اسبوع او كم حفله زياده، لانه بعد ما لحقنا نجيب الجمهور تبعنا، نعم. بس خميس جمعه سبت احد، وانا ببلش الساعه 9 على الميله كل الناس بتعرف، وبخلص 10:30 يطلعوا بساعتهم، يه 10:30 خلص. يعطيك العافيه المخرج والممثل المسرحي سامي خياط، نحن كنا كثير سعيدين باستضافتك اليوم، وانا شكرا أكثر. لحضورك معنا، يا ريت بنعيد كل شيء عن جديد او خلص. لا خلص خلص وقتنا الان، بدنا نروح على السياسة من بعد البريك يا دلي، لكن تزيبوا تزيبوا بريك وبنرجع